عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الاواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم وعنها قالت قلت يا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح